مساكم الله بالخير ربي يعطيكم العافية. اليوم راح نتكلم عن RTA البيكو. خلنا ننزل تحت ونشوف شنو محتويات العلبة. البيكو بهذه العلبة مثل ما انتم شايفين بيكو V2، ما عندو شيء ثاني. تبطل العلبة، مع اورنجات وبراغي. هذا المفتاح اللي راح نقول لكم شنو استخدامه بعدين. هذا هو RTA، بس لا مبسم ولا شيء. هذا هو شكله يكون من الشركة. الباقي طبعا اكسسوارات راح اوريكم بعدين. طبعا دايمتر ماله 22، ارتفاعه 30 مليمتر، يشيل جوز 2.8، مصنوع من الستانلس ستيل اللي هما هذه القطع، ومصنوع من البي ام ام اي اللي هي الجامة مالته، والجبني من البيك. هذه هي فايدة القطعة اللي وريتكم اياها توه كذي. وهذا هو الجبني، هذه القطعة اللي دايما تضيع وقت الغسيل فدر بالكم. وطبعا الجبني عبارة عن قطعتين. حلو، هذا الدك، سنجل كويل، وهذه القطعة كاملة. الحين نشوف طريقة تركيب الكويل وتركيب القطن وتجميع RTA بشكل عام مع تغيير شكله مع أخونا نوبلز فيب بوفهد. بعد التركيب راح نستخدم RTA وأقول لكم رأيي فيه بكل صراحة، ونشوف الإديشنات الثانية اللي موجودة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا معاكم في ريفيو خاص في RTA بيكو V2. طبعا مثل ما شفتوا أخونا صالح وراكم نبذة عن البيكو، شنو يجي معاه في العلبة. طبعا هذه أجزاء البيكو الأساسية مفككة قدامكم، القطعة السفلية وداخلها انسليتر بيك، AFC رينج ستانلس ستيل، النت اللي يجمع ما بين الرينج والقاعدة، الدك، الشمني والشيمبر ياي بيك، PMMA تانك، توب كاب ستانلس ستيل، وقطعة اللي نفتح فيها الجزء السفلي من RTA. الآن ناس وايد تسأل بفهد شن هو اكسسوارات البيكو. هذه هي اكسسوارات البيكو. البيكو الاكسسوارات الرئيسية، مو الليمتد اديشن، اكسسوارات الرئيسية اللي دائما تكون متوفرة. نبلش بالتوب كاب، توب كاب التم، توب كاب بي ام ام اي، توب كاب ستانلس ستيل انجريفد. بعدين هذه ثلاث انواع من التوب كابات الرئيسية كاكسسوار. بعدين هي عندك اوبشنين حق الشيمبر مع الشمني. هي لك شمني عبارة عن بيك اسود، وشمني عبارة عن الالتم. بعدين يجيلك اربع انواع من الدريب تب، فتحة الاير فلو ماله تصير 5 ملي، والثانية تصير 2.5. هذه يسمونها ماوث تو لانج دريب تب، وهذه يسمونها دايركت لانج دريب تب. هذا اللي طبعا الاثنين مصنوعين من مادة البي ام ام اي. بعدين يلك هم دربت بين ثانيين مصنوعين من مادة الالتم، واحد ماوث تو لانج اللي هو 5 مليمتر البور ماله، والثاني يلك 2.5 مليمتر حق الماوث تو لانج. بعدين عندنا رديوسرات، هذه رديوسرات الماوث تو لانج، هذه اللي كت عبارة عن تقميون مع بعض. هذه مثل ما انتم شايفين الأقطار مالتهم،
عندنا هني البوينت 8، خلنا نوريكم اياه واحد واحد افضل الشرح. هذا القطر ماله بوينت 8، وهذا القطر ماله 1 ملليمتر، وهذا 1.2 ملليمتر. انزين بعدين اني حق اوبشن الجامع او التانك، عندنا يتوفر ايضا التانك الالتم. بعدين نشوف الاوبشن اللي يجينا حق الاي اف سي رينج، يجينا ايضا التم. فاذا عندنا كم اكسسوار متوفر للبيكو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اكسسوار. ابو فهد، هذيل يون منفصلين؟ اي نعم، الالتم يون منفصلين. زين تي الشامبر بروح، والتب تشمني بروح. ليش؟ لانه يعطيك ايضا اوبشن. في ناس تبي تفنتق البيكو مثل الليجو، تقدر تتفنتق فيه، تقدر تخلي الالتم كتشامبر وتشيمني كأسود، أو العكس صحيح، يكون التشامبر أسود والتشيمني ألتم. الآن نتكلم عن طريقة عمل كويل والوك للبيكو في 2. طبعاً لابد أن نعرف أول شيء قاعدة رئيسية، أن البيكو لما يجي لك كأوبن دايركت لانج، شوف الفتحة مالت الاير فلو هني تكون وسيعة بهالشكل هذا، وانت كأوبشن تشتري الخيارات الحلوة مالت الام تي ال كيت بهالشكل هذا اللي انتو شايفينه. انزين حلو كلام يا شباب، حلو كلام. بصلوح قاعد يخرج معاي حبيبي ما يقصر، يقول لي روح يمين روح يسار. آسف يا جماعة الخير، ودنا احنا نفيد ونستفيد ان شاء الله مع بعضنا، واذا ما كان اي شيء واضح بذرونا. نبلش الحين التجميع وعمل كويل لقطع البيكو. شلون نسوي البيكو؟ اذا انت ما كان عندك او متوفر عندك نانو ايليان كويل اللي مشهورين يسوونهم اخواننا البيلدرز، فتقدر تستمتع بطعم البيكو عن طريق عمل سبيست كويل. انزين سنجل عادي وسبيست من النايكروم 80 جيج 28 اللي هو هذا. انزين شلون نسوي؟ كل بساطة نجيب الجيج، نحط نشوف وين ال 2.5 اللي هو هني، والأول والثاني اللي هو هذا، يعني اللي هو هذا. انزين هالشكل هذا، نمسك ونلف خمس لفات علشان يعطينا 0.8. هذه اللفة الأولى، هذه اللفة الثانية، هذه اللفة الثالثة، هذه اللفة الرابعة. طيب، ولأن راح يكون يسمونها الأوبوزيت ليدز اللي هي ريول الكويل، واحدة متخالفة على الثانية، فلذلك لازم نسويها بهالشكل هذا. يعني بالنهاية أنت راح تشوف الشكل هذا علشان يصير خمس لفات. تبي ترفع بالأوم زيادة، ما يمنع أنك تزيد لفة. هذه الحسبة على النايكروم 80 وجيج 28 ودايميتر 2.5. حلو كلام، الله أكبر. بهالشكل هذا مثل ما أنتم شايفين. اللي يحب راح أسوي مقاومة أزيد، إني أزيد لفة هالشكل، راح أشوف. حلو. الحين بعد ما سوينا أو لفينا الكويل بهالشكل، لازم نشد على الليدز مالت الكويل النهايات. اوكي بهالشكل، بعدين الصوب الثاني، هالشكل عشان يكون الكويل عندنا مشدود. الان نرص الكويل، واضح مصلوح؟ اوكي نرص الكويل بهالشكل هذا، خلصنا. شايفين
بعد اوكي اوكي حلو. الان نركب الكويل. الان طريقه تركيب الكويل على الدك مال البيكو، تجيب القاعده تقلبها على وجهها بهالشكل، تجيب الدك ترخي على البراغي، حلو الكلام زين. الان الكويل اللي سويناه معاكم ساعة نحطه على الجك بهالشكل ونحط الدك بهالشكل صوب القاعدة زين، علشان نثبت الدك ونخليه واقف. مضبوط الشغل طال عمرك؟ حلو حلو. ابي اثبت الدك بدرنفيس بهالشكل علشان لا يتحرك معاي اثناء التركيب ولسهولة التركيب. هالشكل هذا نطوي، نحط ايدنا بهالشكل، شوف ثبتت انا من تحت، طوينا حلو اوكي. هذا اول جزء وهذا الجزء الثاني، واضحين؟ اوكي. الحين شد برغي، هذا ثاني، بس نتأكد ان البرغي سكر على الواير بالشكل هذا اوكي واضح. حلو، شد زيادة على البراغي اوكي. الحين لما نقص الواير لازم نتأكد ان ماكو جزء من الواير طالع عن حافة الدك، لان الدك راح يركب داخل الشامبر، فما راح يعيق عملية التركيب. عندك الطريقة البدائية انك انت تلويه لما ينقص، وعندك الطريقة اللي هي عن طريق المقراضة بهالشكل هذا واضح، بعدين الشكل هذا الحين مرر صبعك بهالشكل، اذا شفت ان في جزء زايد من الواير بهالشكل يجيب القصاصة والمقراضة واطوي راح صوب الثاني بهالشكل هذا، الجزء هذا راح تشوف ان ما في، ها شغله مضبوط مضبوط اوكي. الحين عملية التسخين وضب الكويل بس شوية بس ها الكلام شد بعد تأكد شدنا مضبوط حلو الكلام. نجيب الجيك نسنع الكويل بالشكل هذا
طبعًا إحنا ما ركبنا ريديوسر لأن قاعد نعلمكم البيزك في عملية البيكو. الحين شلون نسخن البيكو؟ تجيب القاعدة ثبتها على الأوم ريدر، تحطها على الفايرنج، اوكي، تجيب التويزر والملقط حطها بهالشكل، تضغط ضغطات خفيفة حلو هذين، عقب ما تسخنه تسكر عليه شوية الشكل تلمه، اوكي هذا الشكل يكون. حلو، الحين عملية الوك، شلون نسوي الوك؟ الحين الوك نجيب القطن مالنا، المقدار اللي نحتاجه فقط هو هذا المقدار، بعدين ايضا نفلقها بالنص، هذا اللي نحتاجه طبعا، وراح نخفف منه اوكي تقريبا، شوف حط على صبعي تقريبا نقول طول الوك اللي قصيناها يمكن 4-5 سنتي، ما يتجاوز 4-5 سنتي. نمسك الشكل، ناخذ هالجزء، الجزء هذا بهالشكل، دلع الوك كثر ما تقدر عشان يدلعك البيكو ويدلع مزاجك. حلو الكلام. الآن دخل الوك بهالشكل، اوكي حلو الكلام. لا معلومة، إذا كنت بتستخدم جوس 70-30 70 PG 70 VG و 30 PG لازم تخلي الوك مالك شوية راخي، يعني مو وايد قاضب على الكويل. شوف الوك ما أخذ راحته بالشكل هذا، شوف كل سهولة راح أنزل زين، وريكم وهو مثبت بهالشكل هذا مرة ثانية. اها شوف شلون الشكل هذا. الان شلون اقص الوك؟ نجيب المقص مالنا، طلع الدك، نريحه على قاعدته، في هني فتحه الصوب وفتحه الصوب حق الجوس فلو. حلو الكلام. إذا جبت المقص سند أحد شفرات المقص راح تشوف نعم. فإذا جبت المقص وسندته على شفة الجوس فلو راح تحس إنه راح يأخذ وضعه. الحين شلون أقص؟ أنزل بهالشكل، أسنده بهالشكل، أمسك المقص بهالشكل، وأجيب الوك وأميل. شوف هني، إذا نقول هني 90 درجة، أميل المقص شوية وأقص الوك. حلو، روح الصوب الثاني، سوي نفس العملية، أسند شفرة المقص على شفة الجوس فلو، أجيب الوك الشكل هذا، أميله شوية وأقص.
هذه هي مثل ما انتم شايفين محصلة بعد ما واضح حلو بالشكل هذا. انزين الحين لازم نسوي عملية برايمينج او ان نبلل الوك مالت البيكو. راح نستخدم اي جوس اللي انت تحبه. انزين خنيب على سبيل المثال النكهة اللذيذة تيرنت، هذه النكهة اللي غيرت على قولتهم مفهوم النيكوتين سولت. نبلل الصوب الثاني. الشكل هذا. اوكي. تشرب القطن. الحين نسوي عملية تجليس الوك على الدك مع الجوس فلو. نجيب الملقط. ننزل الوك بهالشكل هذا. نفرد 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 لم لم وننزل نفرد. هذه المرحلة الأولى في عملية تجليس الوك على الدك. حلو واضحة. طبعا راح يتغير شكلها في المرحلة الثانية. افرد شوف قاعد افردها 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 زين. بعدين صارت على قولتهم كأنها البخت. الحين نجيب الشامبر نفتح الشامبر هني أماكن الجوس فلو اللي لازم تجابل الفتحات مالت الوك. بس بالشكل هذا. الحين نركب أجزاء البيكو للدك. لازم أشوف نفسي أنا أبي البيكو دايركت لانك. أوكي أبي دايركت لانك. حلو الكلام. عندك فتحتين هني فتحتين هني وفتحة واحدة هني. أقوم بهالشكل هذا يصير دايركت لانك. بعدين أجيب النت اللي يجمع ما بين الجزء السفلي مع الاير فلو كنترول. سكر حيل تأكد انه صار ما في فتشات. اجيب الدك مع الشامبر بالشكل هذا. سكر حيل حيل. من الاشتراطات انك تسكر حيل. راح يطبق ابو فهد ما راح يتبطل. لا راح يتبطل لان هذا ستينلس ستيل وهذا بيك فمادتين مختلفتين ما راح يطبق. الحين عاد عملية نفش الوك نسوي لها تسريحة. شلون نسوي لها تسريحة؟ نشوف نسوي لها تسريحة. اوكي واضح شيء مصلوح. اوكي نفش ويصاب المكان اللي فيه ليد بالشكل هذا. نفش نفش شوف الفرق بين اللي نفشناه واللي ما نفشناه للحين. نروح حق الثانية يصاب الليد نفش
بالشكل هذا. كمل عملية تسريحة الوك، سوي بوكلتها بالشكل الحلو هذا، الثانية بالشكل الحلو هذا. هالأداة جدا مهمة في عملية نفش الوك. هذا الشكل النهائي مثل ما انتم شايفين. الحين نجرب نسخن الوك مع الكويل فيهم جوس ونشوف النتيجة. مثل ما قلنا لكم 0.8. يا السلام شرير، يا السلام. طبعا الطعم خيال، سنجل سبيست كويل خيال، حق هالسوالف خيال. كمل الأجزاء تجميعها، نجيب الجمني طبعا بالراحة لأن السن ناعم ما يبي له على قولتهم عسارة. شوف بالراحة، خذ وقتك لما تحس انه ايوه بالشكل هذا. لكن على حيل هذه اهم شيء، الربلة تركب على الجمني من فوق. الحين نجيب الجوس مالنا، نبلل جزء الربلة مالت التانك والجزء الفوقي مالت الجمني. ضروري ليش؟ لان الربلات من الغسيل ناشفة وتحتاج لها تزييت. ركب التانك بهالشكل او جامعة التانك بهالشكل، تأكد انه مو قارص هني وان العملية سلسة. مضبوط، نكمل نعبي الإيجوس داخل الـ RTA بهالشكل هذا. نسكر بالتوب كاب بهالشكل هذا. طبعا هذا هو الشكل بدون اكسسوارات، هذا هو شكل البيكو بدون اكسسوارات. حتى دربتب ما يمعه، انت تشتري دربتب اللي يوز لك، لاني انا مسوي ماوث تو لانج دايركت لانج عفوا، راح اخلي مع الدربتب ال5 ملم بور اللي هو حق الدايركت لانج. ايضا نبلل ربلات، لما هي اركب ما اكبسه، لا اسوي الحركة هذه مع عقارب الساعة شوي شوي. بس هذا هو الشكل النهائي حق البيكو RTA. طبعا بعد ما شفنا ابو فهد يعطيه الالف عافية على تركيب الكويل والقطن، ووراكم الاكسسوارات التي، طبعا هذا هو الشكل النهائي. طبعا تي البيكو في اديشنات، في ذهبي، في الاسود. طبعا هذا الاسود الاديشن ان شاء الله يسوي اوكي، مو راضي يسوي. هذا الاسود وهذا العادي، في ذهبي وفي انواع ثانيه على حسب الاكسسوارات اللي انت تشتريها. طبعا ابو فهد خلاه 0.8 اوم 15 واط دايركت لونج. كلاود شويه، فليفر عالي، ما تخسر بطاريه لان انت رافع بالاوم. هذا شيء. الشيء الثاني هذا على بوينت او عفوا 1 اوم 1.1 اوم 15 واط ما فرق. اثنينهم الكلاود فيهم شوية والفليفر عالي. اغلب الناس عبالهم ان البيكو موثلنج، بس هو ييكم طبعا مبطل، ما في ريديوسرات. الريديوسرات 0.8 1 1.2
الفتحات اللي تحت الكويل هو يجي بدون شيء، فتقدر تخليه دايركت لونج مثل ما قلت لكم اللي هي هذه سحبته. الكلاود فيه قليل على شيء دايركت لونج، الفليفر فيه ممتاز، لان احنا قلنا قبل هالريفيو بريفيوات ثانيه ان الفليفر هي معادله، كل ما زاد الكلاود قل الفليفر، وكل ما قل الكلاود زاد الفليفر. يعني لازم ترفع اومك عشان تقلل واطك، علشان تقلل الدخان وتزيد الفليفر، هذا شيء. والماوث لونج اللي فيه ممتاز بالنسبه لي. الار تي اي سعره مناسب، السعر 55 دينار تحصلونه على نوبلز فيب، وكل قطعه على حسب سعرها. ما الاكسسوارات اللي هي نفس سعر الموقع مع سعر الشحن. ان شاء الله وفينا الشرح انا وابو فهد، واي استفسار حياكم بالكومنتات تحت، ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.